أكثر من 190 ألف شخص قتلوا منذ بداية النزاع في سوريا، هذا ما أعلنته المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أي ضعف عدد الضحايا قبل عام. الرقم المثير من الواضح أنه تقديري مقارنة مع عدد الضحايا الفعلي. إلى جانب ذلك، بعد 3.5 سنة تقريبا منذ بداية الصراع في البلاد، باتت سوريا أول بلد في العالم من حيث نسبة النزوح الإجباري عقب اضطرار 9 ملايين سوري لترك منازلهم. 200 مليون و500 سوري تم تسجيلهم كلاجئين في الدول المجاورة، فيما وصل عدد النازحين إلى 6.5 مليون شخص. الأمم المتحدة تتهم المجتمع الدولي الذي بالكاد يكافح من أجل التعبئة والاتفاق على الموقف الذي سيتم اعتماده على الرغم من هول الكارثة الإنسانية التي تقع أمام عينيه. القتلة والمدمرة والجلادون في سوريا متحمسون بعد شلل للدولي. هناك ادعاءات خطيرة بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت مرارا وتكرارا مع الإفلات التام من العقاب، ما بدأ باعتباره انتفاضة شعبية في العام 2011 في أعقاب ما سمي بالربيع العربي، تحول بسرعة إلى حرب أهلية في صيف العام 2013 عندما شنت هجمات كيميائية ضد المدنيين. هدد الغرب بشن حملة دولية لمعاقبة النظام في دمشق، ولكن الإجراءات لم يتم تنفيذها كما قيل. هذا التصعيد الدولي توج في سبتمبر الماضي باتفاق بشأن تفكيك الترسانة الكيميائية السورية. عملية التفكيك انتهت قبل بضعة أيام، ولكن المجتمع الدولي يشكك في أن يكون بشار الأسد ألقى حقا بكل أسلحته. بالموازاة مع ذلك، حاول الدبلوماسيون إيجاد حل سياسي للصراع القائم في البلاد، ولكن الحوار بين المعارضة وممثلي دمشق غير ممكن. التدخل العسكري في سوريا ليس واضحا بدوره، فالغرب بحاجة إلى موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بسبب حق النقد الروسي والصيني المتواصل. الرئيسة المنتهية ولايتها نافي بيلاي في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة تقول: الاعتبارات الجيوسياسية على المدى القصير والمصالح الوطنية اتخذت مرارا وتكرارا المعاناة البشرية التي لا تطاق والأعمال الخطيرة على المدى الطويل من أجل إحلال السلام والأمن الدولي. في 13 مايو الماضي استقال الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيم الذي كان في مهمة لمدة 2 سنين تقريبا كوسط دولي في الصراع الدائري في سوريا. تراجع الإبراهيمي يمثل فشلا دبلوماسيا، وعلى ما يبدو فإن إمكانية إيجاد حل للحرب السورية سيكون بعيد المنال.